يقسم المولى عز وجل في سورة الطور بالبحر المسجور، فيقول عز من قائل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. البحر المسجور أي البحر المشتعل، ويقال في اللغة سجر التنور أي أوقده وأشعله. ورغم أن هذه المعجزة الربانية يعني ظهرت في القرآن الكريم من أكثر من 1400 سنة، إلا أن العلماء لم يكتشفوا هذا إلا في العصر الحديث، عندما بدأوا عن البحث في أعماق البحار والمحيطات عن الثروات، فاكتشفوا أن كافة البحار والمحيطات مشتعلة وتفوق درجة حرارة هذه الحمم المنصهرة، وهذه النيران عن تتجاوز أكثر من 1000 درجة مئوية، وستظل هذه النيران مشتعلة في قيعان البحار والمحيطات إلى أن تقوم الساعة، حيث يقول المولى عز وجل في سورة التكوير: وإذا البحار سجرت، حيث نجد أن من علامات قيام الساعة هو اشتعال البحار والمحيطات، فسبحان الخالق.